سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم. خلفت الهزة الأرضية القوية التي وقعت اليوم على الساعة الواحدة زوالا و35 دقيقة و49 ثانية بسواحل الريف وبالضبط بحر البوران، رعبا لدى ساكنة المنطقة الشرقية التي اضطر بعضها لا سيما في الناظور والدريوش والحسيمة إلى الهروب والخروج من المنازل خوفا من تكرارها. الرعب ذاته عاشه مجموعة من المصلين الذين كانوا يؤدون صلاة الجمعة في مجموعة من المناطق لتزامن الهزة مع توقيت الصلاة، إذ أكد بعضهم في تدوينات على صفحتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أن الهزة أحدثت ارتباكا لدى بعض أئمة المساجد، فيما غير أحدهم موضوع خطبته إلى الحديث عن موضوع الهزة، ولم يخفي بعضهم محاولته الخروج من المسجد لحظة وقوع الهزة بسبب قوتها التي بلغت وفق تقديرات مواقع رصد الزلازل 5.2 درجة على سلم ريشتر. ولأول مرة وفق ما عاينته جريدة إسبريس، يشعر سكان مدينة وجدة التي تبعد على منطقة حدوث الهزة بأكثر من 140 كيلومتر بما جرى، وتعرف منطقة الريف عموما هزات متكررة بين الفينة والأخرى، إذ سبق للمعهد الوطني للجيوفيزياء أن سجل 5 هزات أرضية قوية نسبيا بإقليم دريوش تتراوح قوتها ما بين 3.5 و4.5 درجات على سلم ريشتر أيام 17 19 24 28 أبريل الماضي وفاتح ماي الجاري.